الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا قوله الغراب، الغراب أطلقه ها هنا ولم يصفه بشيء، أليس كذلك؟ لكن وجدنا في صحيح مسلم صفة لهذا الغراب المأمور بقتله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والغراب الأبقع، الغراب الأبقع، أي الذي فيه شيء من البياض أو لون آخر غير السواد القاني التام، وهو الذي يسمونه بغراب البين، أي غراب الزرع. وبناء على ذلك فليس كل غراب مأمور، فليس كل غراب يؤمر العبد بقتله، وإنما ذلك الغراب الأبقع، وهو أقل وجودا وانتشارا من الغراب الأسود. فإن قلت: وعلى أي قاعدة تخرج هذه الروايات، رواية الإطلاق ورواية التقييد؟ فنقول: تخرج على قاعدة أيوة المطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. فرواية عائشة والغراب فهي مطلقة، سببها وحكمها معروف. ورواية أخرى في حديث ابن عمر وعائشة قال: والغراب الأبقع، فهذه الرواية مقيدة، فالحكم في الروايتين واحد، وهو الأمر بقتل الغراب في كل، والسبب واحد وهو شدة الأذى. فإذا اتفقت الرواية المطلقة مع الرواية المقيدة في الحكم والسبب، وهنا أجمع العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد. ولكن وإن كانوا أجمعوا على أصل القاعدة، إلا أنهم اختلفوا في رواية الأبقع، أتقبل أم يحكم عليها بالشذوذ؟ أتقبل أم يحكم عليها بالشذوذ؟ لأنه زادها ثقة، ورأى بعض أهل العلم أن هذه الزيادة تعارض روايات الثقات الآخرين، فإن الثقات رووها بلا هذه اللفظة، ويأتينا ثقة يرويها بهذه اللفظة. فمن رأى أن زيادته قد عارضت الثقات جعلها في حكم الشاذ، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فردها، لأن الشاذ قسم من أقسام الضعيف. بينما القول الحق في هذه المسألة هو وجوب قبول هذه الزيادة، لأنها بيّنت إجمال روايات الثقات ولا تعارض بين مجمل ومبين. فالذي روى الغراب الأبقع لم يأتي بشيء عارض أو خالف روايات الثقات، بل جاء بشيء إيش؟ بيّن أبغى تروعيني، بيّن روايات الثقات، بيّن روايات الثقات. فبدل أن تكون مطلقة قال: أنا سمعتها مقيدة. فإذا هل هذه الزيادة مخالفة ولا زيادة بيانية؟ والزيادة من الثقة مقبولة. إذن عندنا قاعدة: الثقة إذا خالف الثقات فزيادته أو روايته شاذة، وعندنا قاعدة أخرى تقول الزيادة من الثقة مقبولة. فعلى أي القاعدتين نخرج مسألتنا؟ الجواب على القاعدة الثانية، وهي أن الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف رواية الثقات.